العملية المرة دي هتكون صرافة جامدة أوي في البلد، وصاحبها بيحب يشتغل شمال. الفلوس هتبات في حضني النهارده. لا، إلا الفلوس. واد خد الفلوس وهرب. العيال دول لازم يتجابوا. هيتجاب والفلوس دي هترجع لك. الهداوة يا منير. فين الشنطة؟ أنا ما أعرفش الشنطة فين. قبل ما تخزن البضاعة في الملاحة ما حطيتهاش في كياس نايلون؟ أنا لفيتهم في فويل. فويل إيه يا ابني بس؟ أنت كنت ناوي تحطها في الفرن.